ما حكم الإسلام في الطرق الصوفية؟ والله موضوع التصوف من الموضوعات التي كثر الحديث فيها. أنا هلخص لكم الموضوع بكلمتين. التصوف إما سلوك وإما فكر. يعني التصوف هذا إما سلوك، واحد يصلي، يقرأ القرآن، يستغفر، يسبح، ده سلوك. وإما فكر يعني فيه قضايا فكرية معينة بذهنه يعتقد. التصوف من حيث السلوك لا تختلف معه كثيرا، يعني يكون يذكر او يسبح او يقرا القران في قضيه قد لا نختلف عليها كثيرا من امور سهله، واذكر الله ذكرا كثيرا. لكن المشكله الحقيقيه بالتصوف في الفكر، يعني ما يعتقده المتصوف من افكار تتعلق بالأولياء وتتعلق بكرامة الأولياء وتتعلق بأشياء كثيرة. هذه النقطة هي مسار خلافات كثيرة. هل الولي يقدر أنه يفعل كذا أو ما يفعلش كذا، وهل نلجأ إلى الولي؟ هذه النقطة اللي عليها ملاحظات وعليها علامات استفهام كثيرة جدا. فالتصوف كسلوك يعني ليس عليه كثير خلاف، ومسألة هينة ما فيهاش مشكلة. لكن التصوف كفكر هنا قد نختلف كثيرا، فكل واحد يجد الامور بهذا الميزان. والله اعلم.